أشرقت شمس الفرح والصبح لاح من بعد كد الليالي والكفاح. أشرقت شمس الفرح والصبح لاح من بعد كد الليالي والكفاح. يا طيور السعد غني واحملي للكون فني، يا طيور السعد غني واحملي للكون فني، يوم حقك تتمني ويوم ليل الهم راح، يوم ليل الهم راح. كم سهرنا في ليالينا ولا كان غير الجهد والهم سلاح، كم سهرنا في ليالينا ولا كان غير الجهد والهم سلاح. واستفدنا من دروس استادنا باجتهاد مثل عطر الورد فاح، واستفدنا من دروس استادنا باجتهاد مثل عطر الورد فاح، باجتهاد مثل عطر الورد فاح. يا طيور السعد غني واحملي للكون فني، يا طيور السعد غني واحملي للكون فني، يوم حقك تتمني ويوم ليل. الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي الكرام، وحن فلنا هو مركز كي دار العلوم وفروع ظفرها بضان كخوبنا، وحن سكوي ما نسوحن إنا ده فرنه قيب عصب ولو تلقلي مشروع آدي أدقيم بضان وحي فهفاهن وحنو بحين دونا شيخين إن شاء الله تعالى إساق ينكوري جنيا، فليتفضل مشكورا مأجورا بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي الكرام، وحن فلنا هو مركز كي دار العلوم وفروع ظفرها بضان كخوبنا، وحن سكوي ما نسوحن إنا ده فرنه قيب عصب ولو تلقلي مشروع آدي أدقيم بضان وحي فهفاهن وحنو بحين دونا شيخين إن شاء الله تعالى إساق ينكوري جنيا، فليتفضل مشكورا مأجورا بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ساكا صباح خميسات كون أفر بقول يا فرتني سد حجرة النبي عليه الصلاة والسلام مريسو لبكون يا لباتن يا لبادي بشا سنة كميلادي قال إيراده وحان كوكول أني وإلهي نوكول ميي حفلة قيمها بضان مركز دار العلوم التعليمي كويا لما قرادة قارسة ودن كينيا وجيدة دا كولان كان يو حفلة وحاوية وتجشين يدهفر لغو دهفر ايو برنامج تعليمي او عصب وان رمنو انو الهي سبحانه وتعالى بفضله ورحمته ونو نغضو برنامج مباركة ومدنا اي كفا ايدي ستو خاص يا عامبا برنامج كو وحود داري هاي بعد اكتهين شريعة دينا وعاصلوها كتابك يا سندة وحي كالبضا سانهينا يغاسي اخدميان وي شرحان او اي معنوه دي ايو فهن كودا قاب كلو فهمي لها اي علمدونا كسي فافاهيين ان دين تلا فهمو لغو مقارو قفك انو نغضو قف متساهلة عاجزة قابية ايو حلوو قارا دذال بضان يجودي بعد الاخلاص والنية الصالحة مركي اخلاص ين يدوان اكسن يمطابعة يدا عدنا مقفك لغاها لكدب وحال ربها الدذال بضان يصبر بضان اللي قبح هي علمها نبي قلنا عليه السلام حديث كيف صحيح قصقنا وكير إلهي علمها مقب ضوضه أصغى قسي كسيبا يا علماء قلب قوضه علمها إلهي وحقوف صداء وقب ضوضه علماء لمشاده هذا مركي انتي واحتقاني الدذال بضان قصب بحيث دينتا إلى ماضان
dadkii waxay sameysanayaan dad odayaal iyo madax iyo horjoogayaal ah oo aan waxba garanaynin oo juhaal ah. Su'aalaha la weydiin way ka jawaabi, ayagana way baadiyoobeen, dadkina way baadiyeeyeen buu Nabigu sallallahu calayhi wasallam. Waxaa calaamaadka qiyaamaha ka mid a inuu jahligu badan doono, cilmiguna yaraan doono. Arrinta iyada waa mid imaan doonto sunnada Ilaahay ah, laakiin qolo walba oo joogta waxaa waajib ku ah inay iftiimiyaan cilmiga, inay u istaagaan khidmada cilmiga loo khidminayo, barashada cilmiga la baranayo, waajibkii diiniga ahaa inay iyaguna sidii loogu soo wareejiyay u wareejiyaan. Taana waxaa weeyaan dadaal badan bay u baahan tahay. Dadaalkii baa marka maanta yaraaday, mashaaribtii iyo waxaa badatay, dadku waxyaalaha kale ku mashquulsan yihiin baa aad u badatay, gaar ahaan dadkii da'yartahaa ee cilmiga xumbaari lahaa, ee noqon lahaa mustaqbalka culummada jirta, ee diintan iyada ah sidana loo soo gaadhsiiyey, ee innaga maaragtay gacanteena loo soo geliyey, la rabay inaan dadka kale usii gaadhsiino. Dadkii da'yartahaa aqoontoodii way yaraatay, dadaalkoodana wuu yaraaday, sabirkoodana wuu yaraaday. Dhinaca kale waxaa badatay in adduunyadii lagu mashquulay oo qofku asagoo jooga marxalatu taxsiil iyo marxaladii waxbarashada inuu bilaabo inuu isagaba gaaro marxalatulaadaa, dadkiiba waxbari uu yidhaahdo ama uu adduunyo raadsado. Qofka waxa uu yaqaano inuu baro waa fiican tahay, waana wasiyadu nabiga calayhi salaam, balliquu canii walow aaya, laakiin macnaheedu maaha inaad ka fadhiisato waxbarashada oo isu aragto inaad tahay caalim. Marka innagoo idinba dalabatulcilmi baan nahay, cilmiga inaan ku dadaala loo baahan yahay. Marka annagoo ka indilaaqayno ahmiyadda cilmiga iyo ahmiyadda ay leedahay cilmiga in la faafiyo, iyo cabsida laga qabo aqoontii oo yaraatay cilmigii inuu gabaabsiyo, culummadeenni hadda wax badan oo tagay oo dhammaaday ay jiraan, intii kalena aan ka baqayno innagoo waxba ka reebin inay naga dhammaadaan, ayaan waxaan hindisnay oo Ilaahay subxaanahu watacaala baryadiisa iyo istikhaaradiisa kadib aan hindisnay inaan ku dhawaaqno maanta machad aan ugu magac daray machadu taahiil alculamaa, machadu taahiil alculamaa, machadka tayeenta iyo taabagelinta iyo koruqaadida cilmiga iyo culammada. Waa machad aan rabnay inay ka soo baxaan dad culumaa oo akfaa oo aqoon leh oo ummadda wax gaadhsiiya oo ummadda u xumbaara shareecada. Saas sida arrinta iyada ah waa muqadimada iyo cinwaanka mashruucan kaleenahay wey. Si u hirgalo mashruuca isagaa waxaan u sameynay manhaj, manhajka isagaa manhaj mutakaamila, kutubta la akhrinaayo, funuuntii ka kooban yihiin, qaabka loo akhrinaayo, muddada uu soconayo, iyo wixii kale oo tawaabicah oo lawaaxiqah oo raacsan oo unu manhajka mashruucan isagaa uuna ka maarmi karin. Marka manhajkaasi afar sanuu soconaya, afartaas sano, laakiin waa afar sano aan rabno inay noqoto afar sano oo dahabi ah, oo aan lagu ciyaaraynin waqtiga, oo la dhuminayna waqtiga, oo aan taswiif iyo meelo wareeg iyo dana iyo adduun kale aan lagu mashquulaynin, oo aan rabno meeshan iyada in muraabitiin lagu ahaado, lagu ahaado ardo dalaba ah oo xalqada aan ka kicin, meeshan iyada ah ee ku daa'ima. Marka sana afartaasna sanad walbaba wuxuu leeyahay manhajkiisa iyo kutubtiisa iyo funuuntiisa kala duwan. Mithaal ahaan sanadka u horeeya waxaan ku talagalay ilaa 16 kitaab in la barto, 16 kitaab ee sanadka u horeeya. Sanadka labaad wuu ka badan karaa, ka saddexaad, ka afaraad lagu khatibi karaa. Marka daraasadan waxay u qaybsami doontaa daraaso xifdiya iyo mid daraasa iyo mid qiraa. Waxaan ka wadna waxa weeyaan kutubta la akhrinaya qaar waa la xifdini, macnaheedana waa la fahmi, qaarna macnaha unbaa lagu fasiri oo adaa la rabaa inaad laqmayso. Qaybta saddexaadna waa qayb la yidhaahdo alqiraa, maxaan iri alxifdu wadiraasa wa alqiraa. Xifdiga waa garanay, kitaab baa lagu akhriyay 40, waad akhrisay, waadna fahantay, waadna xifdisay. Mithaal ahaan daraasadana waxaa weeyaan kitaab baa lagu akhriyay inaad adiga aad fasirtaa la rabaa sidii lagugu fasiray. Qaybta saddexaad waxaa la yidhaahdaa alqiraa, qiraada waxaa weeyaan waa marxalada u dambaysa, ardayga asagaa la rabaa intii uu galo maktabadda inuu kitubta waaweynaa ee maraajicdaha intuu soo qaato inuu akhriyo, isaga oo aaliyaadkii iyo asaaliibtii iyo wadooyinkii uu wax ku soo bartay raacaya ayaa la rabaa kitaabka min awali ilaa akhiri inuu soo dhammeeyo. Waa goorma? Waa markuu mu'ahal noqdo oo mustawaha iyo heerka uu gaaro waay. Marka wixii mulaaxadaada iyo wixii tacqiiba iyo wixii taxqiiqa asagaa laga rabaa inuu soo khulaaseeyo, hadhowna oo la soo noqdo culummada iyo ahlulcilmiga wixii uu fahmi waayey. Marka saddexdaa marxalo weeyaan ayaa ujeeddadu aan ka leenahay waa sidaas.
طبعا شروط بيلاد هاي لوازم با جيرته ارمها سي تفاصيلشيدو حفيزك يا مامولك هولا وخل سارن با لوو سو نقوني او نينكي انتا كبدان ربا انو فافاين تيده هلا او سو لابانيا دراسدنا ان شاء الله تعالى وينو بلاوتي ان قفكي بركا وحا جيرته او للمعلوميه ان ربا ان كو درا او اشاره هلكا وحا جوغا اردو طلبه العلم او علمي او سو غاي او قسم الداخلي اما وحا ليرا بودينكا كجيرا او غريان اداركيسان دغن كوا ايغو وحا ويان هوشودا وي كولستهي وا دد اسو خيرتي اسو ديا جرتي اسكو سو دياريي وقتيودي اي عمرغودي كوسو بخيي اني واخ برشدي اي قادان ددكا كاله وا ددكا كا ايمانايا خارجكا او انتي كتابتا اخريستان شروطي لغا ربين اوفيان كدي من ريرهود عنتدا او دوناني انتا لوغو تلا غالاي بي مقنان وخي كدنبيانا ميشي كوسو لابانايان marka labada qaybood way waa qism daakhiri iyo qism kharaji qism daakhiri oo meesha degan iyo qism kharaji oo daraasada u imaanay way marka wixii kale oo lawaasim iyo ijraada oo la iska rabo waxa weeyaan sa sheegney maktabka iyo xafiiska iyo maamulka ayaa loo soo noqonaya asharafiya in ay ka soo qayb galeen kulankan iyo tajiinkan iyo daafurkan culimadeeni waxna bartay oo kamid yahay sheekhiina sheekh abdalla uthman sheekh abdalla buulow iyo asxaabtaydi iyo dalabadeedii iyo ikhyaartaydi aan runtii aad u jeclaa ay ka soo qayb galeen marka ayaguna marhaban bikum ma leeyahay sharaf bayna noota kulankiina insha Allah taala manhajkan iyo mashruucan aad maanta aad dafurteena waxaan rajaynaynaa midhiisin aan ka soo qayb gali doontaan maalinta ay midheedi iyo maxasad maalinta midheedi la goosanayna inaad aragtaan insha Allah taala waqt tahaqqaqat al-amali وحيي ماليدانيدي يديلادانيدي يوجيدادانيدي اي حقيقه ودي بقدره الله سبحانه وتعالى وفضله وتوفيقه يا رجالنا كسو قيب غشان ادنا وحن كو وريجينها يا شيخنا شيخ عبد الله عثمان ان شاء الله تعالى كلمه توجيهها وننفعده انه الله سبحانه وتعالى عربكي سنو سو مريو او نو شيغو فضل الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور انفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد هذا الكوادين يهي بفضل الله ورحمته ما لنا لا يفضل يسير رحمة ديس أيها الله سبحانه وتعالى يؤمرت أن نوكر سيئي ونو سيئي وبفضل الله ورحمته سيد الرب كان محمد صلى الله عليه وسلم الرب هو أكسنتين الرب يا كينا يا كيني كرا رحمة دي سنتي لك خيك سنتي لك نبي عليه السلام وكيل هذا الرب كمركو رحمة دي الله إماتي لذلك الله يأخذ القوين هو دهين ku Allah rumeyeen oo wax kale oo ka soo haray diideen iyo ku Allah ku kufreen oo cid kale u tiiriyeen roobkii raxmadii aan dadka lehen mudirna bi fadlillaahi wa raxmatihi haddii wax kale oo dhanba ay diideen roobkan in Allah subhanahu wa ta'ala fadliisa raxmadiisa lagu helo oo Allah uu siiyay ayay u tiiriyeen halkaas ay u tiiriyeen كو اللهان مدرنا بالنوي كذا وحان الغره بي ونروبكم كو هاللي حدي صابحي يدير دعي مارتبي دو حالة مدقو يحدي هالبا حدي هالبا الله كلمي يكون متبع دعي كو سعر اللهان ربي بيكو قالوا بي حدي قاسين لكم ايه مارك معانا دو حان قلو جيدا هندي سهن يفكر كان يعلمان الله نوصل بحيي على نصر تربيه وبفضل الله ورحمته إلا فضلي سنة حمد يسوي وحاوي ومركع إن لقى فائدة يستو منهج كان هي علماء الله كحوقي الله كإلهامي إن لقى فائدة يستو وفض وحاوي ونفاس ونصيب سمال الله لهذا لكن تكاء aan ayaan lagu arkuuleeyo waxaan ayaan lagu dhama malaha nasiib lagu dhama malaha maana taas macnaheedu waxa weey hadii aanu marinaga marsi ixtimaadna reer badi aanahay
سادرات أو هجوان ساسو عانا وحققين بدن مالها ها سماري الغرها هدي واحد ربي بسلي واحد عانا هين بوا عايرين عانا يا بسلي يا الله وحي كسو هارين يا بسلي يا ريب بشر مركا دي عانا وبسليين مركا عانا ها توبتها الجواها بوحة نجي تكاها نجابان ويو ننفي عانا ماها نحن ويو مركا توبتها سو إيمان oo meelo dhigay oo haali xoolo laga soo lisay marka ma gaari karo hada kale uu ka gaaban yahay hadana uu leeyahay ninka yar ma uu gaaban yahay gaabnu ku ibtiriisan yahay marka aanu uu ku istaagay toobtii ma gaari karin uu ku istaagay marka dhaqarku kaga istaagay toobtii dhanna asna ma dhamahay umadina uu ka daadiyay marka waxaan ula jeedaa ragal maanta meesha joogo عندهن وفعيهن لأن يرى نبأك مغطى ربي ونو بركة ربي وسامك مسلم تو بركة عندهن وعادهن ماشى عاد الآد بيعادها ماشى مذوبين الآد بيوم مذوبها أنا للشبابة وهذا لأن يرى نموي من لقفة إيديستو إن إمارت لأن يرى ذا إمارت من لقفة إيديستو السؤال دوناي وفصلنا يضع ذهب يضع إلهي نو بركي الله سبحانه بحيال لك فإيسا مهمة ومدى قابن لكن مركز فرصدا ما يتاقنان مايا باشا الدنيا لا متقلبة ويقل قدوم بلانتهاي ويس بدليس أفر يعطنك ساعدو يسكو بدليسا مركز واحد القرن هاي مهنوة بو أركب ونمغل هيا وكفرتها لك فإيسيستو تاوى سيقو دهان وي الدنيا دون ويسكو قابنتهاي عمره وقابن يهي باشي وقبابسيا باشا بابا غلاب سيابا مركا وحان مارسي مسلسل قدر هيا نو والبا هاسكو أركو إنو كلي إن انت حسن دونا كلي إنو كوا بري سن دونا أمورت نو والبا مسلسل ذا هني يودو نان تامحان أولي باشا المتقلبة تليفون والغشة كين دونا فرصة والغشة كين دونا waa jiri doona oo daaimi doona ma aha oo si umri uu daaimayni way adiga ilaahay kuma abuuray in aan tagoma ala xaala aan tagoma ala xaala yana in xaaladu daaimto adiga ilaahay kuma abuuray sida ay habeenka dhaadka soo urban hayaan ba isku urban say isku bedel hayaan ba isku bedeli nin walba kaligii nin sahay qaadan haya kaligii meel dheer uu qaadan haya meel oo mana uu qaadan haya meel aan cid degin meeshay nuruub uu cidlo kale meeshay nuruub uu cidlo kale nin saay u qaadan haya ninka waxa sameeyay oo biya lahayn oo baad lahayn oo reer lahayn oo cid xisara ninka waxa sameeyay dabcan oo askaasho sama saydis sidaas oo kale ina u saay qaadataan oo cilmi u qaataan baan ula jeeda yaa wayna soomari doonta fasadad kuuroon ma aqoolo lakum waa xusan doontaan telefoon ma jiri doono hebel baan la hadli ma jiri doonto fatawooyinkan way baabi'i doonaan kutubta alictimaad hayana waa la waayi doonaa sida hadda ka horba loo waayay bada adiinu qariiban wasaciidan waaba fadwa lilquraba ana baashan waa saasba beri dhow waan dheerayn meelagaalan gaarsa kutubaan ka weyne meelagan gaarsa arkaysaan ya yaan kitaab ka weyne aan akhrisanaba ka warrama kitaab bukhaariya وشو حاول يقول جي رحمة الله عليه أن نقو طوان كبدا طوان معها طبعا تم من كبدا يا لما نصف ميان نحت علي وشيخ أوكياني يا مسؤولي أنا كتابة حتى مسحف غريبها مسحف حتى إن له يلو يا غريبها مركة حقوبة كده من ضرورة يا روبة أنت اللي هلا ولا هلا، يا واحد رسم درس يا حلقات مشري، وكل بحول الأمور أنت يا ذي، لكن ما حقد ما يندور، يا بدأ دينه غريبا، بس يعود قرن أمريكا حمورته سين ما هان دونت، ويش بدلي دونتا، حقو هذا ملبا لجاري، مش على جاري حقه لقص عندنا، كل بمارس أمورته تتبدل وتتغير من أمريكا عربي سعودي. دبعا ما أنت وحكوا صعدة ليبا كوا صعدة
كلب حرمان إلهي وحفظنها يا ولكن ما إيش كتبتي الدعوة اللي جه اللي جري هذا وحكوا صعدة وقرن إيشان وجدا وانارك وانا مغلي إيشان بحكوا دم أنتوا إلهي بقرن إلهي دينك سوء قرقار هيا مركو حان أولي جيدا نوال بكليجي ها إسكو أركو إنو سهاي قادان هايو وسهيلي دون العلماء وسعلمه لي دوني هذا الكمسينا سيلة داري وما ننت مسامح هاي سو وقتي مسامح هاي وحاوي نوال با نوال أقو وحا قرآن كوا واحد حبسنته وحا علم كوا واحد حبسنته نوال مدى أقو مدى نوال دانك قشو قلبي أنا قشو وحان أولجي ذا وحا أغور رأيه أولا الرواء إن الله تاب قليه ودعوذ كبل لابته حفظ القرآن لفظا ومعنوي سلا أدو فهم حفظ القرآن لفظا ومعنى دعوذنا مدى ويبا كل من هتشوكو جلته قرآن كائن لحفظيه لفظا ومعنى إنك داعيه وإن قرآن كأمد كتكيه ومدنا أغلق مايو ونبره وإنك داعية كل جابا مقالة تجي دونة تولى اللي عندنا في موضوع جوك دونة وكنت علينا سيئو يرثى علينا سيئو رمانيس وإنها تفايسا لكن سيئوتيه وإنها كيسا مركا قرآن كاس مقالة لا أتكتي وكل جابا مقالات كاة مثلا لا أسقفصو هذا صويرو كلي جاء على القرآن كنا فسرته كلي جاء على القرآن كي إن عدد كتب كيسو كلي جاء على القرآن كذا كنا واقرده قراءة وحفظا وتفسيرا كما القرآن كوري عمل كلام وسوس جلدونا مركب الميدان والبدان كهجشلو كل مثلا لا سبحان كمارتي أن كل جيسنا شو من بعد رحمة الله عليه من حضرة ومارتي بحين هاي وجاء يسمي مدينة كل وقتي أصحابه اللي جتوا 1403 مالها سنة قدر هي 1403 أو سنة مالها جامعة إسلامية مدينة مركب النصيحة الطلاب يعني وانك يوقها مركب قال سيسو قال الشيخ حالي محمد نقول نسحين بالي محمد نقول سحين أنا طلاب العلم بقى ما كانت يحب الكتاب حفظ الكتاب ثلاث مارس يو هذا كاس يو ذاك من الحفظ شو معكوا حجال ليه هذانا حلو حفظ المتون حفظ المتون كتبته وجهر مريء بقمران باكم يدها بقمران باكم يدها على كل حال هذا الكائن نسيل رأي وأختي وما هي ولما بقام بجوكته وحاويه متون تا حديث كله قرآن كتاب قرآن كله حفظيه متون الحديث أو الحذية، متون الفقه أو الحذية، فقه هي فقه هي حديثه، ولماذا هذا الله هذا حكم إذا عيناني لمن إندوت هو إسكو كيفه، يعني والله من إندوت، لمن إندوت مسكين مارم كران، لا مسكين مارم إن الدم بقى مارتي أي كلا الدم يسموين، يا لا أنظر بعينين ولا تنظر بعين واحد. أنا لبعض الأنداد معرفة سكوت ديفان سكوت سنة هيان اللي واحديك تفسير كيسوي واحديك هي شرحيس مركب مثلا ده هاي لوبينا هاي لوبينا مثلا ده متون تا معرفة حديث حفظية متون الفقه هنا حفظية متون اللغة العربية هنا حفظية ولو ما نشوف هني قرية يا لكن متون تا هاي العربية كتبت هبل 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 المدى هاي ولكن هني قرنتها وأنا قرأنا إنسان، رغم أنه حليا ما شف عليها، وكتب شيء أدوبل. مثلاً أنا كنت رأي وحوي علمي جا، مثلاً هو الرئيس هو إخلاص، علمي قاعد برانيس قبل كل شيء، وحوي نية قلب قاعد هنا كور رئيس، أن ترفع نفسك عن الجهل، وتعبد الله على بصيرة. نفط هذا إن الجهل ككرياش ربنا أتكو عابد سع علمي أيسان وصحة هذا ربكو عابد مدى قلبي قاعد قروري علمي أنا مارتي مجل مارتي
وعلمي كبوغ هاي مجرو وحالي يا حد يا جدالك وانا كسونا طوي سلام حكوسو كوبي ولماذا حياة القرآن كوبي حكمي أردنا صدح ذلك الطلاب العلمي صدح ويكوك بسمان صدح ليوك بسمان وحاوي من حد يجر وحبو آخر الثاني وحنو آخرين وحنا إلا وحنو أغرسن أو لجيسني وحنو وجود بنيا وحنو قادم وحنو وجود بنيا ثالث يكون له من هذا يجر أغرس بكون جراهم هم وجود بنيا من هذا يجر وحكون جراهم إنه وحجود بيا أصقا وحبا وحو أغرن هاي وحن كاهين ومارس مجهول صدح حداس بي أرضب أقل سلام بالي بس كنا كل يوم أرضب دولاب العلم سوشك عرق قلست اللي هو منهج الأنبياء وي ما كصدح حداس أقرانا يسانين كأقوه الرأي أما منهج أقوه الرأي الكوة وحاوي براء بر براء وهذا منهج الأنبياء نبي محمد صلى الله عليه وسلم من قوله تعالى اقرأ إلى قوله تعالى قول الجمهور واتقوا ها وإلى آخر آية جمهور العلماء سير المساقبان أنت أمارت البداية والنهاية نبي محمد صلى الله عليه وسلم وبحج قال برهي وحي وبرتو أصوص أمارت الله صغنا ومعلم الأنبياء وصغنا ويقول بنهي فالقرن يسا إلى آخر الساعة ما كتبت على غيرها بروح أرضيها روح أرضيها يعني أدخلوا أرضوي أدخلوا أرضوها معلمين روح على بوح السكتي إنه واحد سكته واحد أول سكتي ما بدو قد يوي ده بلقوا عنه وقع شق غرين هاي مركز ساعة ساعة إن الأجرب كل جين مثلا مثلا إيش نقصه قبل قبل وحكم إذا دين كوان برنا لكن عمل كان غم مقن عمل يتربية يتذهيب بعدين غم مقن تهذيب مركز هذا ما نشوا مارس واقم وقرني حاول نور بهام يسكون ميزان مشاريع كتاب القرآن كاسك ميزام كتاب القرآن كاسك ميزام نبي محمد صلى الله عليه وسلم قرن كان خلقه القرآن القرآن كاسك ذي بعد سهيد معنى ذلك وحوي كان يعمل به هنا بأوامره يمتثل بأوامره ويجتنب نواهيه فصلا معنى ويتخلق بأخلاقه مركا أمدي مسلم كأهيد سيدي أي مارتي أي مدين قادتي يعني لقرر ميزان كاس وبان دين كي خو قاضنا إنا أو كنا قلنا إن أفريقيا ناجية المنصورة إلى قيام الساعة اعتقادا ودعوة وعملا ومعاملة كان بان مارسي مثل هذا وخاصة ومدى لقضى أن كوها الله ومدى لقضى أن كوها الله قرانيس نصيب وناك بعض هالشيء ولكن حال لها الصومالي وحلقونها وحلو سيئو وحلو دولي حتى قولوا البا وحلو كيبتلي سنت قولوا البا حلو كيبتلي هي بني إسرائيل حلو كيبتلي بني بذك اللي سيئي بآية حال سويدية هي بني إسرائيل هم بحياة هي وحل السيئي عجيبوها هم بيانيبا لسيئي ملوك بقى لقد لقى لكن دينك مهام مريكتكين حال المايا waxay diinka waxay uga tageen hal dhaar ka mid tii waxay uga tageen diinki waxa ku dhacday inay wixii la amray ay ka tagaan awaamirti bay xaq iska dhigeen intizaalkii xaq iska dhigeen wixii laga raadayna irtakabu ma loo qurxiyo sadan ma qurxiyo waa dunyada maanta waxa inuu haysto way haye حتى أي كسر بحام بالي أي كان نقضان أي دينك كان نقضان قميص كسيد اللي كجسي أي دينك وجسي بتاعه قميص كروح أوقع على صمة وكسي ما كسي بتكلي يوم بصاب حصمة لا أي كان نقضان بالي سوى وامرت أنا حق إسكجي اللي جايين نوهيد أنا يرتكب نوح أكره هين هو أبي يلين ayay noqdeen diinki kan noqdeen qamiis la iska siibay oo kale marka waxaan ku soo wadaa diinki waa kan waan baranay oo marka halkii laali
نبي عليه الصلاة والسلام قال تعالى سنة ما كان قبلكم وتتبع عن سنة ما كان قبلكم حتى قوة حتى لو دخلت حجر رب لدخلتم موت مركا لمنك يهود يا نصارى دمعا يا لوسي في سنية يا لوب تري سنية يا حالا كسونا وارك السعادة كون يرد إلي حضو ولما أيضا بس وقتنا وقامين هاي وصلا ويدي سوني قابن هاي وحان رمنا إن لهلا جيل عصب ودعوة قاتة يا رجال ربا ودين كرهم شيء الدين كتاب قرآن كي صنع ذي كرهم شيء وضايف المنصورة كسفوبة ميزان كاقاتة يا ميزان كاقاتة أنا ما كان عليهن صلى الله عليه وسلم وأصحابه حق إسكالي عصبية وهي عصبيها بحلوة تلسنا أرهي قبيلها هي الدنيا مارت جعيل كذي يمرها ذي أردان حق إسكالي وكسفوبة سيدي دعوة الله قاتل أنصاري ومهاجرين وقاتين وقاتان ساس ما ساس على الرواء مثلا يرى لهذا ونوير لي ريحوه هذلك رب حكم بدينا سبحانه وتعالى إنه نوافد كل يوم خزايا نصبي سبحانه الله سبحانه سبحانه وتعالى نبارك يا لبضي شيخ دكتور عبد الرحمن ورديري يا شيخ عبد الله بولو إلهي حفظيو هذا الله ظن إلهي سبحانه وتعالى هنو أنفعه فلما ذكرنا وهنسينا دقيقات إن شاء الله نوال بينه بالكلمير ويرادو شخصيات فضل مشهور الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن في لي حيوانا يتوجيه علماء النسيسي لها نوى أنفعه أنا وعن قدر لها الله سبحانه وتعالى فرصد بنسيي ما عاد كهذا نروح شيء مركز كتعليم كونا أحسن هذا نروح شيء تهليل العلماء لغو ما عدري هنا كفائدة سنو كلنا كفائدة استو وأيضا ما أنت نرضي بأن هاي وحان ضل بيني الرذيني نوع علمي الشرعي دي اللي هلا ما أنت مال قف كل لغو صوصار أيو بإذن الله أو لغو لسا أيو كلنا كفائدة استو لغا فائدة استو وأحد والبو فرصة أوهي لكرو فرصة داسي maanta hadii magaalada Garas laga bilaabay nin walba waxa la dooni inuu waxa way ka faa'iideysto marka ani kelimadeeda intaas aan ku soo gabin inaan ka faa'iideysano markaas kana loo sheegay adaw billahi tawfiq sallallahu bismillah alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin amma ba'd kulli wa fursad wa naksan wa qali ah oo mar walba aan ku soo mari doonin markaas daraadeed waxaan dhammaanteen isku dardaarmaynaa barnaamijka cusub ee qiimaha badan in laga faa'iideysto waxaa yeelay waa barnaamij sida la sheegay yacni cilmi ah oo mutakaamil ah wax oo dhan yacni culuumta shareecada oo dhan lagu qaadanahayo oo qofka hoosta laga dhisahayo ilaa uu maarta meel sare gaaro marka waxaa loo baahan yahay walaalayaal in arrintaas si fiican looga faa'iideysto oo la isgaarsiiyo oo meesha lagu soo xirmo oo dadaal dheerina la bixiyo waxyaabahan badan ee mashaaqisha adduunyada soo fakadana la iska yareeyo saa daraadeed wax dardaarankanaga waxa weeye in barnaamijkaas yacni aan usan naga fakanin oon qabsanno oo mar horeba aad la jaanqaado hadhow dambe intaad shalayn lahayd oo dhihi lahayd yacni tola maalinkii bay tale ila sineed intaad dhihi lahayd hadda nin walbow fawjka u hore noqo fawjka u hore iyo dadka u hore ee barnaamijka ka qayb qaadanahayo ka qayb galahayo noqo insha allahu tacala ilahay baan ka rajaynaynaa subxaana wa tacaala camalkaa iyo khayrkaas inuu ilaahay subxaana wa tacaala wadaada sheekhashi soo asaasay oo sheekh cabdiraxmaan wardheere iyo inuu ilaahay subxaana wa tacaala ka abaalmariyo ilaahayna subxaana wa tacaala mid lagu najaxo oo maaragtay laga faa'ido ilahay inuu ka dhigo sala allahu wasalam cala nabiyina maxamed wacala alihi wasaxbihi ajmaciin alxamdulilahi rabbil caalamiin wasalaatu wasalaamu cala rasuulillahi wacala alihi wasaxbihi wasalam ilaahay subxaana wa tacaala waxaan weydiisanaynaa arrintan khayrka iyo fadhigan khayrka isku imaanay inuu ilaahay subxaana wa tacaala ajirkeeda iyo wanaageeda ilaahay subxaana wa tacaala una siiyo runtii waxa weye waa fursad laga yaabo inaynan maaragtay na soo marin dhammaanteen inteena meesha fadhido waxa weye ardaanahay qofka ardaygana cilmiga kama dhargo cilmigana wuxuu ku fiican yahay qofka inta uu yar yahay inuu bilaabo sababtoo markuu yaryahay fursado badan buu qofka haystaa nafaaska uu haysto
نشاط كولية هاي وحيالة بدن مارت أنا مشغولين إن أي قفك أنتو يري هولية ومدى لبعض وحاب وحبر شدي وحاوي جريه يمارة تيديجان كي أندقنين أي نوع إماتي وحاوي شدو شيخ كشك يا عبد الله أحبده الله تعالى والمغليسين قارس المقال هذا أن جوجنه إن أردادي وحلي مارتي سقاشميدي أي لا آيان استيتميدي أي لا آيان كتاب الإجستان كذلك وحو آخرين أي لا آيان معاهد يدروس مارتي وحل مال لو آخرين أي ننجرين وحاوة يمان تفرصد ويتالا سيدو كلمة دائم دونت نعمة والبو حاوة مدائمة سادي مانتا نعمة جوجت ويتقيسة مركا فرصد آن كفا إذي سنة خاصة دادا ير يركا سيدو كالوالد كماشا فرديو يا أنت أي فرين تجاري دونتو عرورتي إنه حاوى إله سبحانه وتعالى وحيدونك أفين تعدونك جوتان دونك أنفعيا آخر دونك أنفعيا هدية إله سبحانه وتعالى أدبرتان كتابك سأدبرتان دينتي سأدبرتان زي من هذا وحن جوجنا فتنتي سأبدتي عرورتي يا مارتي والدين تأكل فاسينهن وهي عرورتها سكوبت بادي كران إن أنا جوالد هان أكوبت بادي كرنا عرورتي إن دين تبرنا مركب فرصة أن كفى إلي سنو دين تاس إله سبحانه وتعالى نو كرامين هدي أن كرام ربنه دين تاس إله نو كرامين الدنيا آخرة مرققف والبو أنت أود هذا أنت مارتي فرصة هاي ستو دين تاس إله سبحانه وتعالى أنت أتكبر أنكرت قف والبو علم لقف باكسر رأي لكن هذا أنت كران كذي أود هذا إله سبحانه وتعالى دين تاس كبر فرصة هذا أن كفى إذا سنو أفرس أنا مدير حائمان دون تمارين ما أنت وكلاء أو يدع دون تحفلت حلف داس ومارتي يكوب أحيانا كنت خرجيان أردم ما أنت ماشان أنفق لأنه جوان قاتي أو جوان كاسو إني بروح برشلونة باللبن أفر صنو أدبي ويرته حلاقي يا بعدين أنا قاركين مالين تتمنينه الله ما ينوس ونقط مالين تفرق منوس ونقطه هذا أم باللونه مرك الله يدين بركيو لما أنت أنا جاي أدينك لما أنت أنفر صدا كفى إذا سنة إله سبحانه وتعالى شيخ يا مارت علم هذا الله بركي الله نودا علم مارت علم جودي عف مات كذا هذا بالله توفيق صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد دردارا إيوانا دردارا كأن دردامين علماء لنا وين هي شيخ النشا عبد الله بولو يا دكتور عبد الرحمن وردري أيوانا يوعد نوفلا انت كبدا أنك ما هينو مركا أنك نوحالين هايون دادالك سيدها لسميو خاصة رجع دلنيرته أن يو موه دلنيردا إن المارك تدل سمينه ووح برشدة كود دلنه ووقت يوم فرصة إن كفاية سنه فرصة إن هران مجري جرين هذا مارك تموه هاي له الحلقات لا فديه صلاة لب الله به موه سبت ذكره إلى أسبوع أردن صعنيه وحوي أنت بدل مجاله ذك مجرين لكن هذا ذات شو بالله دي inaan ka faa'iideysano waqtigeena ayaa loo baahan yahay anaga marba raadinay barnaamijkaasiido markaan xirnimada ka bilaabayna gaaris laakiin inoo ma suura galin oo maana ma suura ilaahay maarta nama waafajin laakiin haduu ilaahay rabbi subhanahu wa ta'ala noo suura galiyay marka waxaan leenahay aan ka faa'iideysano laga dhalinyar hadaanahay aan ka faa'iideysano oo ma aragtay dadka culimada ee wax yaqaano intayna wali naga tagin inaan ka faa'iideysano yaani cilmigooda iyo aqligooda iyo waayo aragnimadooda أي أنه غلب بهن هي مركا أنت هسا أنا ركزوا جوا جوينا كلمة جديدة وبالله توفيق. بسم الله الحمد لله إلهي أنواع فعو كلمات كقيم كا لمضوا إنه جيدسي وأنا ذا إيو نصيحة ضص شيخ عن كورة جنايا سو دعاء نو ختم إن شاء الله تعالى شيخ داء إيو الدين إيو دعوة بدت قوة كون تاي دعاء هذا أنا يرجعنا إلا أقبله. تبدو إنه حضلا ماشى في فديو ديالها وحضل كمنابة جوجا شعازم بيجمان يو شعاري برزوجيو وديال بجوجا أقول إن شاء الله تعالى يونا مشاركة ذي دذلك وذو كور هينا كشيخ بعضنا وصى خاطر إن شاء الله. صلى الله على محمد اللهم ربنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة غنى عظم النار اللهم ربنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة غنى عظم النار اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة وقنا عذاب النار اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة وقنا عذاب النار اللهم أغثنا يا ذا الجلال والإكرام اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم هدنا ووفقنا لما تحبه وترضاه
اللهم اهدنا ووفقنا وصبرنا لما تحب وترضاه، اللهم اهدنا ووفقنا وصبرنا لما تحب وترضاه، صلى الله على محمد وعلى آله.